هو ده. أنهي طريق؟ برضه هتصرف. كويس. مثير للاهتمام. موقع تاني النيرو، يا ترى في أي حاجة جوه الوحدة الطبية المتنقلة؟
هطلع الشاحنه دي من الطريق. أهو هنا. الكهرباء قطعت. أرقام. بنزين. أيوة. يلا بينا. هو ده. ولقينا أنوار خضراء. الأنوار الخضراء حلوة. يلا بينا. تسجيل صغير. تهليل. النجدة النجدة احنا تحت الهجوم. بكرر احنا تحت الهجوم. انسحبوا انسحبوا ارموا السلاح. مش مسموح لكم. بيجهزوا المتفجرة. اقفل الطريق السريع. لازم حد يوقف الوباء ده دلوقتي. اتحرك. انت بتعمل ايه؟ وطي وطي. مسلحين مقاطع الديس شوتس. Huh?
كنتش هعرف ده. ملاك بيعيط، أكيد هو. فين بتخبي مخزونك يا ليون؟ تعلم لهم حاجة جديدة. دلوقتي انا عايز اعرف انا هدي الحاجه دي لمين. بوزر بوزمان انت سمعني؟ انت مش هتصدق ده، انا شفت طياره هليكوبتر. انت بتقول ايه؟ طياره تيرو عدت من فوقي كاني مش موجود. بعد المدة دي كلها تظهر هليكوبتر الشرطة فجأة. أنا هطاردها وهشوف هيعملوا إيه. يديك ما تقربش أول حد ما تعرف هم وين، وما تتصرفش تصرف خبي. لا أنا مش هتصرف تصرف خبي. استنى استنى استنى، دول بيبطئوا شكلهم بيقفوا. وطي راسك
انا معيش. مش هيخسروا منك اليوم. ملاحظه 2000 بعد ما تعقبنا تحرك مجموعه كبيره عددها حوالي 500 أو 600 اكدنا موقع نوم الاشخاص دول فين. يا دكتوره موقع 23 على القائمه ده بتاعنا؟ لا ده اوبراين. تمام. يا خبر انا كنت فين؟ اكدنا المكان اللي بيرتاحوا فيه الافراد في صحراء جروتو. الموقع محدد انه رقم 15. علامه على الاعشاب والنباتات في المدخل واثار خطوات في الصور اللي معاها بتشير ان الموقع حد استخدمه فتره. اكيد المكان مريح هناك. بناء على جهاز الاستشعار اللي زرعه الملازم اوبراين. انت سمعت ده؟ حوالي 447 شخص دخلوا الكهف في النهار. اقترح ارسال فريق متابعة كل شوية بعد الساعة 1900 عشان يدخل لأعماق الكهف ويقيم الأوضاع. ملحوظة الدكتور أندرسون، نظريتك عن سلوك المتحولين البدائي بالليل صح بنسبة كبيرة، وده اللي أثبتته تجربتي. انتهى التقرير. أوبراين الزفت ده ما ماتش. لو أوبراين ما ماتش هشتت انتباههم. ملاحظة 2000 بعد ما تعقبنا تحرك مجموعة كبيرة عددها حوالي 500 أو 600 أكدنا موقع نوم الأشخاص دول فين. يا دكتورة موقع 23 على القائمة ده بتاعنا؟ لا ده أوبراين. تمام. يا خبر أنا كنت فين؟ أكدنا المكان اللي بيرتاحوا فيه الأفراد في صحراء جروتو. الموقع محدد إنه رقم 15. علامة على الأعشاب والنباتات في المدخل وأثار خطوات في الصور اللي معاها بتشير ان الموقع حد استخدمه فترة. اكيد المكان مريح هناك. بناء على جهاز الاستشعار اللي زرعه الملازم اوبراين حوالي 447 شخص دخلوا الكهف في النهار. اقترح ارسال فريق متابعة كل شوية بعد الساعة 1900 عشان يدخل لأعماق الكهف ويقيم الاوضاع. ملحوظة الدكتور اندرسون، نظريتك عن سلوك المتحولين البدائي بالليل صح بنسبة كبيرة، وده اللي اثبتته تجربتي. انتهى التقرير. أوبراين الزفت. انت سمعتني؟ اكتر من 400 فرد وهم مش شبه المسوخ اللي تعرفهم. دول مرحلة تالتة ما نعرفش عنهم ايه حاجة. ايه حصل لسارة؟ لا لا بس الموضوع انسى خالص. مش ممكن. وانا مسألك لو هتدخل ما قلتش اني هدخل. ما بقاش في اطفال والافراد مش نايمين، هم في حالة راحة. صحيت طب نايم قبل كده؟ لا. صحيت مسخ نايم قبل كده؟ ايوه في الواقع انا كنت من اللي نجي ومن منجم موجه. مش ممكن. لقيت حد بيقطع صاحبي زي الموزة. البدل دي بتحمي من قرف كتير بس مش منهم. مستحيل يا عريف. مش ممكن. انا اسفة. المهمة كانت كارثة من البداية. احنا عشان كده عمرنا ما ندخل جوه. لو قفلت الكهف كويس مش عارف ممكن نموت عدد كبير منهم. مش عارفة يا عريف، الكهوف كتيرة برا. يلا نخرج من هنا بسرعة. نقفل الكهوف. ايوه صح، محدش مهتم. بوزر انت هنا؟ بوزمان رد عليا. ديك استنى انا هنا.
لما كنا بنتمشى في فيرويل، راجل من فرقة نيرو، الجندي أو أيًا كان مين هو، اللي أخد سارة. استنى، إيه ده؟ كان عنده بطاقة شخصية، كان اسمه إيه؟ أوه، مش ممكن، أوبراين. ما بطلتش كلام في الموضوع طول الطريق لثري فينجر جاك. تمام، هو حي يا بوزر، هو حي. بتقول إيه؟ كنا هناك، المعسكر كله اتدمر. لا، أنا عارف ده. تمام، بص، رحت لمنطقة الهبوط وكانوا... لحظة، أنت رحت لمنطقة الهبوط؟ إيه؟ بس اسمعني، أنا سمعتهم على اللاسلكي بيتكلموا عن راجل اسمه أوبراين. ديك؟ لا بوزر، أنا مش كده، بس... هي، نام شوية، ديك نحول.